جديد الحين وصلنا عند يعني ملعب لا مو ملعب ملكة خلينا نقول المطبخ الإيطالي تحديدا الشيف هلا اليوم جهز لنا وصفة وفيها لمسات خاصة صح في اليوم نحتاج تركيز ها تعرف شو هاني يمكن ما في حدا ما بيحب الباستا يعني باستا بالصلصة الحمراء باستا بالصلصة البيضاء يمكن احنا هون بالعالم العربي شوي غيرنا وصفات الإيطالية نعم. التقليدية بس دائما بنقول نحن اللي بنضيفه بكون لمساتنا لحتى يتماشى شوي مع أذواق وطريقة تذوق الناس هلا اليوم حاحكي شوي عن الصلصة البيضاء تحديدا كيف تتحضر بطريقة صح بس اليوم وصفتنا هي الباستا من مع الصلصة البيضاء والفستق الأخضر فيعني هاي المزيج مع بعض طبعا هو بالانس دائما يعني اي نكهه بنحكي عنها بالانس او توازن الطعمات مع بعضها يعني لما نحن عم نحط فستق يعني معناتها بده يكون في عندنا طعم هيك شوي حره على مالحه لحتى تعطي هذا الطغي ما نحسها حلوه يعني لو مثلا احنا استعملنا بس الكريمه والفستق صار هون عندنا مكونين بنحطوا بالحلى فعلا فلحتى نحن نغير ونعمل التوازن في عندنا هي الطعمات اللي حتخلق اول شيء نكهه الحر اللي حتكون موجوده من البصل والثوم والكرات المفروم بعدين عندنا النكهه الحدقه مثل ما بيقولوا اخواننا المصريين اللي هي موجوده بالجبنه فحنستعمل جبنه البارميزان بدنا الملمس الكريمي اللي هو موجود بالكريمة وبالزبدة وبعدين التكستشر أو الملمس اللي حناخده حيكون موجود بالفستق حلوي. فصراحة أنا هاي الوصفة جربتها وكتير كتير يعني في كتير وصفات بالمبدأ لما حدا بيخبرني عنها بقول مو متأكد كيف حيكون الموضوع بس لا فعلا كتير هذا الشعور عندي الآن صح؟ أي لا. يعني مو متأكد على مسألة طيب. الفستق حقك هلا حتشوف كيف مع نهاية طبعا أنت مع الفستق لما أنت عم تاخد صوص هيك أبيض ما حيكون ما حتحس طعمة الفستق طاغي أها. يعني حتحس إنه ماني عارف شو الطعم لو ما قلت لك ما حتعرف فستق طيب أوكي أنا توقعت إن الفستق ما يكون يعني مجروش أو مطحون لهذه الدرجة لا هو مثل باودر يعني أوكي حلو الملاحظة إنه فعلا هو بالعكس لازم يكون هالقد ناعم يعني انت هلا لو شميت ريحه الفستق ما حتحس انه ريحه طاغي كانك عم تاكل بقلاوه بالعكس حتحسك في شيء مثل فستق انه فستق وخلص كيف نحن بنحط الصنوبر او بنحط اللوز مع مع الرز احنا على قولتهم احنا فيها خلينا نشوف وين شايف هلا وين راح تودينا اليوم اوكي اليوم نحن هون هلا عم نبدا بالزبده طبعا هون انا استعملت تقريبا معلقتين كبار من الزبده وبما انه عم نعمل صلصه كريمه بيضة يعني لازم نبدا بالزبده مو بالزيت فاحنا عاده بالمطبخ الايطالي او الفرنسي او الاسباني بنستعمل زيت الزيتون ودائما انا من عشاق زيت الزيتون بس لما نكون بدنا نستعمل وصفه فيها كريمه ضروري نبدا بالزبده لانه الزبده بتمزج مع الكريمه بينما الزيت اي نوع من انواع الزيت بيطفو يعني بصراحه ما بيكون شكله حلو ما يتجانس مع الكريمه هلا هون احنا بس بدينا بالزبده حنبدا بالطعمات اللي حتخلق بيس او اساس لنكهه الكريمه اللي موجوده اللي هي عباره بصل. عن بصل ابيض نحن هلا هون على حراره عاليه طبعا لحتى يبلش تتكرمل المكونات وقتها بنقدر ننزل شوي بالحراره وحزيد بعد البصل في عندي كمان مكون كتير طيب بالمطبخ الإيطالي اللي هو الكرات أو الليكس اللي عادة بتكون مثل كأنه بصلة كبيرة بس معروف الكرات ايه بالضبط في الكرات اللي هو بيكون بيجي مثل كأنه كرة اللي عادة احنا بنستعمله بالمطبق وغيره وفي الكرات اللي هو عادة بيكون موجود بأوروبا اللي هو بيعتبر أساس نكهات الأكل في ما عندك شيء عندي بلا راح أورجيكم إياه خلينا نشوف مرة واحدة الكرات بيجي بهالشكل هاد ايوه اوكي تجي بهذا الشكل تجي عادة مثل انا شبهتها بالبصل الاخضر الكبير بس هذا كثير طعمه طيب بناخذ احنا اجزاء من منه وبنفرمها فرم ناعم لحتى ناخذ الطعم اللي موجود تمام هلا هون بلش شوف يتحمر البصل حزيد عليه الكرات المفروم وطعمه الكرات على فكره هي كثير شبيهه بالبصل يعني خليني ريحكم شوي نفسيا انه اللي ما عنده كرات بالبيت او اللي صعب مستصعب بصل وثوم بكفي للطعم حلو. يعني بس انا لازم شوي اتفلسف يعني لا هو احنا نقول الوصفه على اصولها واللي يعني اللي عنده مثلا ممكن يستغني عن مكون او اثنين ما في مشكله صح وبتعرف هاني كمان احيانا انا بفكر بقول انه انا يعني نفسي شارككم بافكار جديده وبطعمات جديده لتكون عم بهيك زيد شوي قيمه عن المعلومات اللي الناس بتعرفها هلا حنزيد عليهم كمان الثوم وحاخذ الثوم كامل مثل ما هو بس هيك مثل ما بنسميه بنكسره شوي حاخذ سنين من الثوم مجرد ما انا اكسر الثوم يعني طلعت الطعمات الموجوده فيها هلا هون بدي خفض شوي الحراره لحتى احنا ما بدنا يكون لون الصلصه بني بدنا نضل نحافظ شوي على لون ممكن اذا زاد شوي صبغ بيتحول على كرمل بيتكرمل يعني بصير بيتغير لونه فهلا هون بلش الثوم كمان ياخذ الطعمات حنزيد عليهم
التايم او اللي هو الزعتر الاخضر البري. طبعا الزعتر البري الاخضر يعني شو موجود عندكم من اعشاب مجفف ولا مو مجفف، بس الزعتر ريحته كتير حلوة. فيعني هلأ هون احنا حطينا روايح من البصل، الكرات، التوم، شميته ولا حسيت؟ لا لا لا، أنا قاعد أضحك إنه كل شيء لازم أشمي، ماني فاهم. عشان تعبر لنا عن بس رهيب والله، يعني يعطي مذاق. شوف أنا دائما بزيد نكهة دائما الأعشاب البرية تعطي شعور جميل بالأكل ونكهة، وتحس إنه الموضوع يعني داخل بشيء طبيعي. وكمان هاني احنا لما عم نحكي عن هاي الطعمات، انت لهلا شفت مثلا انا ما جبت سيره البهارات. لما بنحكي عن المطبخ الشرق الاوسطي او الميديترينيان بشكل عام بيعتمدوا على الاعشاب وعلى الطعمات الموجوده بالبصل، الثوم، الكرات، حتى الكرافس مثلا، الليمون، برش الليمون. هم لانه مطبخهم يعتمد على هذه المكونات الطبيعيه والتميل للاعشاب، على اعتبار انهم اساس مطبخهم ما كان فيه توابل ولا بهارات. صح. يعني هذه جت مؤخرا، تجي عاده. كانت فعلا كل ما قربنا على الهند كل ما حسينا بالبهارات وبالتوابل أكثر. هلأ من هالمرحلة هاي بعد ما صار البصل والكرات والثوم والزعتر اللي موجود بلش يتقلى مع بعضه، هلأ أنا هون حزيد أول شيء تقريباً حوالي نص كوب من جبنة البارميزان. حزيد عليها. بدأ الشغل. هون شوف بعد بلشت تسوح على طول هيك، تمسك مع البصل والثوم والكرات. حزيد معلقة بس من الفستق. هلا انا هذه المرحلة يعني ايه بالضبط. هلا انا المهم هون احنا عم نعمل الصلصة، لسه ما عملنا الباستا. هون صار نخلط البصل والثوم والجبن والفستق مع بعض. هلا بهالمرحلة هي رح ازيد عليهم الكريمة، ولازم نترك الكريمة لحتى مثل ما بنسميها تسمر، لحتى تسمك وتمتص كل النكهات الموجودة ببقية الخلطة. هون استعملت تقريبا كوب من الكريمة. طبعا هلا عندي هون الخلطة موجودة، بس لازم الكريمة ما تكون سائلة مثل الحليب. واللي بيسأل إنه هل مستعمل كريمة ولا حليب، لا لازم كريمة. لازم كريمة لحتى تطلع ناخد الملمس السميك. هلأ بهالمرحلة هاي بصير فينا نحن نزيد عليها رشة من الملح. المكونات اللي حتكون موجودة هي بس عبارة عن ملح وفلفل أسود، هون الفلفل جنبك، بس الملح والفلفل. حتى الفلفل الأسود ما بدي كتر كتير، أنا بدي أحس بنكهة الفستق هي اللي تكون هي شوي اللي مختلفة أو اللي عاطي طعم، فما لازم يكون في طعم طاغية أكتر، هي النكهة الكريمية هي الموجودة. هلأ إحنا لوصفتنا اليوم، هلأ بس حأترك على نار هادي لحتى تغلي تتسبك وترجع تدوب الجبنة اللي موجودة فيها. بس كمان حبيت شارككم بشغلة سريعة وبسيطة حنستعملها لتزيين وصفة السباجيتي أو المعكرونة اللي عم نعملها اليوم. هي عبارة عن مثل ما بنسميها نحن رقائق البارميزان اللي بنحضرها بالفرن. فأنا عندي مثل ما هون جبنة البارميزان مبروشة، حأستعمل صينية فرن عليها ورق زبدة، وحأخذ ححط معلقة صغيرة كتل، وبعد بحوالي تقريبا إنش أو إنش ونص بين المعلقة والمعلقة بهالشكل هاد. طبعا عندي الفرن حامي على درجة حرارة 200 مئوية، يعني ما لازم يكون كتير بارد ولا كتير حامي. وبس حنزيد عليه الفلفل الأسود بهالشكل هاد، وحندخلها على الفرن لمدة 6 دقائق إلى 8 دقائق. كيف حيطلع شكلها بعد شو حورجيكم، بتكون تسبكت الصلصة وبيكون صار عندي رقائق البارميزان. هذكركم شوي اليوم بصلصة الباستا اللي عم نعملها. طبعا اليوم عم نحضر الباستا الفرش اللي عادة بتتحضر من الطحين مع البيض، اللي هي عادة بتكون طعمها فرش وطري وشهي أكتر من الباستا المجففة. هون عنا عم بستعمل سباجيتي باستا مثل ما شايفين، سلقتها ما بتاخذ معنا وقت، وبتكون عاده الباستا الفريش بتكون معموله بتعطي هيك طراوه اكثر غير عن السباجيتي العاديه. فهون بعد ما سلقت عندي شلتها على جنب. خليني اذكركم بالصلصه اللي حضرناها، استعملنا اليوم معلقتين كبار من الزبده، بعد ما دابوا زدت عليهم بصله بيضة مفرومه قليتها مع شوي من الكرات اللي هو الليكس، قليت الكرات، بعدين زدت حبتين من الثوم عليهم، زدت عليهم الزعتر البري كمان لحتى ياخذ النكهه منه. بعد ما تقلوا كلهم مع بعض اخذوا هيك شوي لون فاتح، زدت عليهم تقريبا نص كوب من جبنه البارميزان، ضلينا عم نحرك هيك لحتى كلهم ينخلطوا مع بعض، وزدت عليهم معلقه كبيره من الفستق المجروش. طبعا احنا هون مع كثير دائما بنحكي بالطعمات اللي بتكون مختلفه كيف نقدر نستعملها بطريقه متوازنه، اي نكهه لما بتزيد عن حدها خاصه النكهات اللي شوي هيك يعني قويه
مثلا الزعفران، القرفه، مثل ما اليوم عم نستعمل الفستق، لازم دائما نفكر بالتوازن. وبنفس الوقت نحن بعد ما زدنا معلقه الفستق حطينا عليها كوب من الكريمه، فكوب الكريمه بيخلط كل هالنكهات مع بعض وخلق لنا هذا الصوص اللي موجود. طبعا هون نحن بهالمرحله هي بعد ما تركناه على نار منخفضه او متوسطه لمنخفضه لحتى تسبك الصلصه معانا، حنزيد عليها هلا هون السباجيتي. وطبعا احنا حنستعمل للتزيين، يعني ليش نحن ما كترنا كتير فستق؟ لأنه نحن للتزيين لازم نستعمل الفستق، لنورجي اللي بده يدوق هالوصفة هاي أنه نحن اليوم مستعملين مكون مختلف هو اللي حيكون له النكهة الأساسية بهالوصفة. هلأ هون بس تحط كل الباستا اللي موجودة. عادة إذا نحن بدنا نسلق السباجيتي قبل بوقت وما بدنا اياها تلزق مع بعضها، بنحط عليها شوي من الزيت. اليوم بما انه وصفتنا فيها كريمه وما بدي ادخل الزيت عليها لحتى ما يفصل الطعم، فعلى طول سلقتها ومثل ما شايفين هلا ضفتها على الصلصه. هلا بس اللي علينا نعمله طبعا، يعني عن جد بتشهي عن جد الريحه كثير طيبه، وبعدين على طول الباستا الفريش بتمتص الطعمات. شوفوا على طول صار عندي بطل في صوص بالطنجره، كثير اساسي لما بدنا نعمل اي نوع من انواع المعكرونه انه ما تكون كثير صلصتها هيك مو متماسكه، معناتها طعمه الباستا ما امتصت الطعمات. هلا هذا بالنسبه للسباجيتي اللي حضرناها اليوم، مثل ما قلت اليوم انا راح اقدمها بطريقه هيك مختلفه وزينها بالفستق الحلبي، وكمان حنزينها برقائق البارميزان اللي حضرناهم. وصفه كثير سهله وسريعه، ممكن نعملها لكثير من اطباقنا للتزيين. مجرد اني جبت صينية فرن حطيت عليها ورق الزبدة وحطيت معلقة من البارميزان، جبنة البارميزان المبروش طبعا، بعاد عن بعض حتى ما يتواصلوا مع بعض. بس بنفس الوقت طبعا بس زدت عليها فلفل اسود، بس الفلفل الاسود اللي زدته عليها ليعطي هي نكهة الحر اللي موجودة. ممكن نحن نضيف اي نوع من انواع الاعشاب او الطعمات. دخلتها على الفرن اكيد كان حامي لدرجه 200، دخلتها لمده 6 دقائق. اول ما نشوفها بلشت هيك يعني صارت سايحه ولونها مثل ما شايفين ذهبي. شو بصير عنا؟ مثل بدي اورجيكم اياها، مثل البسكوت بتصير هيك مقرمشه وطعمتها كثير كثير طيبه. هاي هي جبنه البارميزان المقرمشه، انا رح ذوقها. احنا اليوم سوينا باستا بالصلصه البيضاء مع البارميزان وداخل فيها الفستق، فبدنا نشوف كيف. احنا الفستق هو الشيء الجديد اللي حلم قاعدين نقول انه استخدمنا الفستق مع الصوص وايضا في رشه فستق. كيف اموركم مع الباستا؟ احنا طعم جايبين ماكينه ما شاء الله ماكينه الوجبات، يعني لا متذوق خاص. متذوق متذوق هذا متذوق من الدرجه الاولى. سم الرحمن بالعافيه عليكم. بسم الله. هذا بالنيابة عن لا ما يصير، لا لازم انت وياي لازم يا عبد الله. انا ما بعرف ياك معلقة صغيرة يمكن. ايه لا بس انا اجرب. انا ساعدك. لا مو تساعد بس انا ايوه بدأ الولد. لا بس انا لاني خايف. تاهوا بالباستا، اشوفكم بكره.